الفعل التي في معظم الاحيان ما تكون سلبيه. فعبد الرحيم العرجون نتذكر مباراه ديربي دهاب عام 1998، يعني طيله اسبوع باكمله ما بعد مباراه الديربي، منزل عبد الرحيم العرجون عرف حراسه امنيه مشدده، يعني تقي شر رده فعل انصار الوداد الذين انزعجوا من طريقة قيادة عبد الرحيم العرجون لمباراة ديربي دهاب موسم 98-99. والإعادة للصورة تجسد الصراع الكبير بين لاعبي الفريقين، وهو انذار لمحسن متولي.